اتكلمنا في اول بورت في الماركتبل سيكيورتيز عن الماركتبل سيكيورتيز از ا جارانتي فور بنك لون وكاستدي اوف ماركتبل سيكيورتيز، وبعد كده انتقلنا للبيرتشيس اوف ماركتبل سيكيورتيز ثرو ذا بنك، وبعدين هنتكلم النهارده عن اخر جزء في الماركتبل سيكيورتيز، وهنتكلم عن البورت التاني من الشابتر اللي هو بيتكلم عن ال جيز او اللاتر اوف جارانتي. فلما هنيجي نكسكيوت سيل اوردر اوف ماركتبل سيكيورتي، احنا نبقى عارفين ان لازم السيكيورتيز تبقى مع البنك، فبيجي ابعت السيكيورتيز البنك لازم يريكورد كونترا اكونت هيقول ماركتبل سيكيورتيز فور سيل، marketable securities for sale customer، وبعد كده نبعت الماركتبل سيكيورتيز للبروكر للايه لل عشان تتباع. طبعا الكلام ده بيبقى الكترونيك وايز، فبنقول marketable securities for sale broker marketable securities for sale على اساس ان هي بقت مع البروكر از ريسيفبل اور اسد، وبعمل اكسكيوشن للاوردر. طيب اعمل اكسكيوشن للاوردر مثلا ب 10000 جنيه والبروكر هياخد عموله 200 جنيه، فاللي باقي 9800. ال 9800 اوريدي مع البروكر، فاحنا هناخد من حساب البروكر ونحط في حساب الايه الكاستمر، وبعدين نكنسل الايه الكونترا اكاونت. تمام. تعالوا نشوف مع بعض كده الاكزامبل ده. بيقول لي يبقى الستابس سندنج الماركتبل سيكيورتيز للبنك، وبعدين للبروكر، وبعدين اكسكيوت ذا اوردر، وبعدين نحط الاكونت او الريميننج اماونت اوف ماني للبروكر، وبعدين نقفل الايه الكونترا اكونت. هنا انا هفترض ان انا بعت السيكيورتيز للبنك وبعدين البنك بعتها للبروكر، فجي قال لي ان البنك كوميشن 1% والبروكر كوميشن 0.5% او نصف الالف زي ما اتفقنا، وبعدين قال لي ان البنك اكسكيوتد اوردرز. احنا اتفقنا مالناش دعوه بالنومينال فاليو، احنا اتفقنا لينا دعوه بالماركت فاليو اللي بنبيع بيه او بنشتري بيه. اكسكيوتد ان اوردر ب 10000 لكاستمر ونمبر بي وبعدين نمبر سي، كل دول حقيقه ان ريليتد او اي ان ريليتد سيتويشنز. فاحنا هننفذ اوردر ب 10000، احنا هنفترض ان بعتنا السكيورتيز للبنك والبنك بعتهم للبروكر، يبقى انا هاخد من حساب البروكر واحط في حساب الكاستمر. بس هنا في غلطه، ايه هي؟ ان ال 10000 دول لسه هيتخصم منهم الكوميشن بتاعه البروكر اللي هي 0.5%، لو قلنا 1% يبقى 1000 سوري 100، 0.5% يعني 50، يعني احنا هناخد من البروكر 9950، هنحط في حساب وهناخد من الكاستمر الكوميشن بتاعتنا، وبعدين نرجع للكاستمر ايه الريميننج اماونت اللي هو 9850. تمام. طيب السكيورتيز دي كانت متسجله بالنومينال فاليو اوريدي سواء في الكاستمر دي او لما بعتناهم للبروكر، يبقى لازم نكنسل الكونترا اكاونتس او السكيورتيز دي خلاص ما بقتش موجوده مع البروكر، يبقى نكنسل الكونترا اكاونت ان احنا بعتنا الماركتبل سكيورتيز فور سيل، والسكيورتيز دي ما بقتش موجوده عندنا في الكاستدي علشان احنا قفلناها وبعناها اوريدي للعميل. طيب الاكزامبل الثاني نفس الكلام، الكوميشن ويل بي ابلايد على كله. تمام. فهاجي اقول ان خلاص نشيل 0.5% دي عشان ما نتلخبطناش. executed sales order ل non customers ب 20000. non customers يعني هنديلهم ايه كاش، وده مش وارد طبعا، لان زي ما انتوا قريتوا وعملتوا ريسيرش ان في البنوك هي امناء حفظ، فلازم يبقى في حسابات، وطبعا الكترونيك وايز ما فيش حد بياخد كاش، خلاص الموضوع ده هينتهي، فانا مش بفضل الايه الكيس دي يعني، ممكن نكنسل. طيب نفس الكلام لو السكيورتيز دي هتتبعت للكورسبوندنت عشان هو اللي ينفذها، يبقى هنا في كونترا اكاونت تالت احنا هناخد او هننفذها للكورسبوندنت، يعني بعناهم للكورسبوندنت.
الفكرة بس او اللي هيتغير هنا ان انا باخد من حساب البروكر واحط في حساب الايه الكورسبوندنت على طول. ده بالنسبة للسيل اوف ماركتبل سيكوريتيز. هنزل لكم الاكزامبلز دي والدكتور محمد شعبان هيحلها معاكم، بس هم كتير شوية. طيب هنتكلم عن موضوع مهم بقى جدا. عايزكم تعملوا لي بحث من ورقتين عن الالسيز اللتر اوف كريدت والالجيز اللتر اوف جارنتي خطاب الضمان. ورقتين يعني او ثلاث ورقات ماكسيمم. جمعوا لي اكبر قدر من المعلومات. عايزين نشوف محاسبيا الالجيز والالسيز بيتم ازاي التعامل معاهم من وجهه نظر المحاسبه في البنوك. طيب انا هشرح كده اوفر فيو على الموضوع علشان ان شاء الله فضل لنا موضوعين في الانستيتيوشن، موضوع الكليرنج سيستم وموضوع البنك فاينانشال ستيتمنت. تمام. طيب الالجيز او اللاتر اوف جرانتي خطاب ضمان، لو انا دلوقتي رايح مناقصة او مزاد فبيقولوا لي هات خطاب ضمان او شيك مصرفي بتأمين علشان يضمنوا ان انا هنفذ البنود بتاعت الوتافر العقد اللي احنا داخلين. فانا بروح للبنك اقول له اضمن لي بنك، باخد منه جواب بيضمن لي بيه وانس ان انا قدمته في المناقصة او في المزاد بقى ده كأن الكاش ايه معاهم. فانا افترض ان انا رحت انا عميل للبنك اوريدي، فالبنك فتح لي خطاب ضمان. وطبعا بيبقى لما تعملوا ريسيرش عن القصة دي هتلاقوا ان ممكن خطاب الضمان يبقى covered او uncovered. ايه covered وايه uncovered؟ لا مش انا اللي عايز اقول، يعني انا عايزكم انتوا اللي تعملوا ريسيرش على البوينت دي. طبعا ده ديبارتمنت كامل في البنك اسمه الجيز والسيز والكلام ده كله، يعني لما ان شاء الله تشتغلوا هتعرفوا الكلام ده. البنك بيضمنني في المناقصة بتاعتي او في المزاد ان انا هوفي بشروط الالتزام. طيب انا هفترض الكيس ان الـ letter of guarantee will be partially covered. اتفقنا؟ فهاجي اقول في customer applied for letter of guarantee to Helwan University ب 50,000 Egyptian pound and paid 60% cover and 2% commission and 300 pound service charge. يعني احنا هنديله خطاب ضمان، هو عميل عندنا وطبعا الريبيتيشن يعني والضمانات التانية والحسابات والكلام ده كله، ف احنا طلعنا له خطاب ب50,000 دفع 60,000 بس. الخطاب ده ممكن يتسيل وممكن ما يتسيلش، يعني ممكن يوفي بالتزامه وممكن ما يوفيش. طيب ايه كيس؟ قال لي هو راح خط 60,000 60% وهياخد خطاب بايه ب50,000. طيب احنا هنديله الخطاب، يبقى احنا طلعنا من عندنا ورقة، الورقة دي كأنها فلوس. الورقة دي اسمها ايه؟ LG او letter of guarantee. فاوتوماتيك البنك بيريكورد contra account بيقول letter of guarantee customer letter of guarantee. ليه هنا customer debit مش credit؟ علشان ال letter of guarantee ده مع customer، فهو كأنه receivable من customer. اتفقنا؟ طيب جه دفع كام؟ هو عمل كفرنج ب60%، 60% 50,000، يعني الراجل دفع 30,000 بس وخد بيهم ايه الخطاب. طيب دفع كاش
او هناخدهم بلاش كاش دي عشان صعبة شوية. هنقول هناخدهم من الكريدت كارنت اكاونت بتاع الكاستمر، هناخد منه الكاش والسيرفيس تشارج والايه والكوميشن. تمام. طيب كوميشن كانت 2%. ملاحظين هنا حاجه، 2% كوميشن ما اتحسبتش من الفلوس اللي هو جه دفعها، اتحسبت من توتال الايه الخطاب، لان هو خد خطاب 50,000، هو معاه 50,000، هي دي السيرفيس اللي احنا قدمناها له. طيب يبقى جه دفع الفلوس او خدناهم من حسابه، ادينا له الخطاب. طب ال 30,000 دي ايه؟ اللي هو دفعهم دي لايبيليتي علينا كبنك. ايه ده لايبيليتي علينا كبنك ليه؟ لان احنا ادينا له خطاب و بموجب الخطاب هو عمل كفرنج لبارشال اماونت، فالاماونت اللي دفعها تعتبر لايبيليتي على البنك الى ان ايه بقى اللي هيحصل. عندي تو كيس، هيجي يقول اتفضلوا فلوسكو، اتفضلوا انا اسف الخطاب بتاعكو ادوني فلوسي. تمام. او هيجي يقول او الجهة اللي هو قدم لها الخطاب هي اللي هتسيل الايه خطاب، ففي الحالة دي احنا مضطرين ناخد او نكمل بقية الفلوس بتاعت الخطاب، لان هو دفع 30، الخطاب ده كفرد ب 30 وهو واخد خطاب ب 50، فلو الجهة اللي هو ادالها الخطاب سيلته يبقى ده معناه ان احنا هناخد منه فوق ال 30 كام؟ 20. تمام؟ خلينا ماشيين مع بعض واحدة واحدة. طيب الكيس الثاني ايه اللي حصل؟ بيقول لي اهو في واحد تاني خالص، اوكي؟ يعني ما هو unrelated situation. جه قدم خطاب رجع خطاب انا اسف ب 20,000، الكفر بتاعه كان 75,000، يعني كان دفع 15,000، رجعه وكنسلنا الخطاب. كنسلنا الخطاب يبقى letter of guarantee، letter of guarantee customer، خلاص كنسلنا ال طبعا دي غير دي، بس انا عشان بوضح الايه المثال يعني، لان العميل جه رجع الخطاب خلاص يبقى receivable ايه بقى؟ letter of guarantee مش receivable، هو معانا هنرجع له فلوسه. طيب يبقى نلغي اللايبيليتي اللي كانت علينا اللي هي اسمها ايه؟ كفر اوف لتر اوف جارانتي، نلغيها في الدبت، كانت 75% 15,000، ونرجع له فلوسه. كريدت كرنت اكونت ويل بي كريديتد بكام؟ ب 15,000 اند ذاتس ات. تمام؟ طيب كيس ثالث، يبقى هنا وعميل قدم على لتر اوف جارانتي، وهنا عميل قدم على letter of guarantee وجي رجعه. عميل بقى تالت جي قدم applied to Cairo University to get 10,000 pound. The amount of the letter of guarantee is dishonored. يعني الخطاب اتسيل by the bank customer. The bank paid. طيب معلش النت كان قاطع. بيقول لي في عميل بقى Cairo University applied to get 10,000 Egyptian pound. The amount of letter of guarantee dishonored. والعميل ده كان حاطط كفر 50%. فلما الجهه اللي هو مقدم لها الخطاب تيجي تسيله ب 10,000 جنيه وهو كان حاطط 5,000 جنيه بس او 50%، يبقى احنا هناخد ال 50% التانيين من حسابه عشان نديهم لما يجوا يسيلوا الخطاب نديهم فلوسهم. ف as simple as that هيجي هنقوم قايل لهم اتفضلوا كريدت كارنت اكونت بتاعكم هنحط لكم 10,000 جنيه. احنا خدنا ال 5,000 جنيه اللي كانوا لايبيليتي علينا اللي الكاستمر كان عامل لهم ديبوزيت، خلاص ما بقوش لايبيليتي علشان دفعنا الاماونت بتاعت اللاتر اوف جارانتي، وهناخد ال 5,000 جنيه التانيين من حساب العميل ونكنسل اللاتر اوف جارانتي. يبقى مهم جدا الموضوع ده، انا شرحت لك وجهه نظر الاكونتنج او محاسبيا. طبعا انت عارف بقى الاسيتس ايه وال واللايبيليتي ايه والقصه دي كلها، لان عشان لما نيجي بعد كده نعمل البالانس شيت هتحط دي بقى كل اللي احنا اخدناه ده، ايه هي الاسيتس واللايبيليتيز والريفينيوز والاكسبنسز لما نيجي نعمل الستيتمنت اوف
results of operations او income statement. اتفقنا؟ طيب الشغل الاسبوع ده هيبقى كتير لان الامثله اللي هتنزل هتبقى كتيره، في جزء منها دكتور محمد شعبان مشكورا هيحل معاكم الحاجات دي كتر خيره، وجزء منها انتوا هتحلوه.